إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو الشيء الثقيل الذي يسهل عليه. مثلا كانت مثلا في اليهود اللي اقتلوا أنفسهم، إن كنت حبيت تتوبهم اقتلوا إيه أنفسهم مثلا، أو تصدقوا أو زقوا بربع ما بربع أموالكم كده اللي بيحصل. فبيقولوا لا ما عملناش زي ما عمل إيه ما عمل هؤلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رسول الله لقد سمعت أن الله قد فعل. أن الله قد فعل يعني ما حملناش ما لا إيه ما لا طاقة لنا لا طرنا. واعف عنا يعني أنت يا حق مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعي في إننا نؤدي حقك برضو مش هنقدر إيه مش هنقدر نؤديه. ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا. اعفو عنا ومعنى العفو تيجي الأسرة كده وانت ماشي رجلك تعلم في الأرض، وبعدين الريح تيجي تعمل إيه تعف الأسر يعني إيه، يبقى أكن فيه ذنب والذنب له أثر وأنت تطلبه من الله أن إيه أن يمحو. طب واعف عنا واغفر لنا، لأن فيه مظاهر التكوين البشري لما نحب ننقلها إلى حيز السلوك والانفعال النزوعي نجد إن واحد مثلا أذنب بالنسبة لك، حين يذنب بالنسبة لك أنت لك إنك أنت ترد عليه الذنب بالذنب كده، ولك إنك أنت تكظم الغيظ إنما يظل الغيظ موجود، تكظمه يعني تحبسه مش كده، ولك إنك أنت تعمل إيه تعفي حتى ده يطلع راسك، حتى إيه إن ما يعذبنيش إنما يظل واجدا غضبان عليا. طب وغضب الرب ده إيه فعلا دي مستلفاح نايزينها كلها ولا لا كلها. طيب وارحمنا، الرحمة هي أن لا يدخلنا في الذنب. العفو يجي منا ذنب إنما يغفر، إنما الرحمة إنه ما يدخلناش إيه ما يدخلناش بالإيه في الذنب. أنت مولانا، أنت مولانا سيدنا متولي أمورنا ناصرنا، وما دام ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. فكأن ختام السورة ينسجم مع أول السورة في قوله ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة، والذين كفروا جبهم مثل لهم والمنافقين جبهم ولا لا. إذن فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر، وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائما ليناضل بها الكفر أيان وجد ذلك الكفر، ويثق تمام الثقة أن الله متولي، الله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم، ومن له مولى هو الله، ومن لا مولى له يجب أن تظل المعركة بينك وبينه، بحيث إذا رأيت اجتراء على الإيمان في أي صورة من صوره فثق بأن الله ناصرك، وثق بأن الله معك، وثق بأن الله لا يتطلب منك إلا أن تنفعل لحكمه، وتأييده بالنصر هو الذي يغلب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويجب أن تظل دائما في كونك مؤمنا متيقظا لعملية الكفر في أي لون من ألوانه. هذه العملية هي التي تريد أن تشوه حركة الحياة، وأن تتعب الكون بالخلق، وأن تجعل التقنين الوضعي البشري هو الذي يسيطر. فما عليك إلا أن تكون من المتقين الذين استهل بهم الله السورة في الأول، وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائما على القوم الكافرين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.